بالي انه يجي حدا يتفضل يقعد حدك ايه خبره كبيره بالصحافه ناقد لازع ومحترم بنفس الوقت لطيف عبره مؤسس اذا بدك لامور لبرامج ناقد برامج مهمه درجه اولى. انا اليوم رح استضيف ومشكوره لانه حتكون معي بالبرنامج الناقده الفنيه تانيا باشا. بدي اقول لها مساء الخير. اهلا وسهلا فيك تانيا، تفضلي. بونسوار. بونسوار تمام، يعطيك العافيه. بونسوار. بونسوار، كيفك؟ صباح. شو الاخبار؟ صباح الحمد لله. تانيا باشا، اول شيء بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك ببرنامج بلد شفير. صار لي ساعة عم بحكي أنا ولارا كي. لارا حدا صار لي ساعة بسأل سؤال واحد، من هي لارا كي؟ كلنا عنا نفس السؤال. ما في جواب. لارا كي أنا شو قلتي لي أنت مين؟ مين أنت؟ نسيت شو جاوبتها. نسيتي. أنا كل دقيقتين بصير حدا. أوكي. أي ما بحب حدا يعرفني. كيف بتشوفي لارا كي اللي هي إذا بدك اللي مستفزة ببعض المحلات، يعني في عالم عم تستفز منها. الصحافي بينتقدوها ناقد لازع، بس اليوم عبالي هيدي الصورة اللي احنا عم نشوفها اليوم، اللي انا جايبها مش لمسح جوخ معها، جايبها لعرف الناس من هي لارا كي بسلبياتها، يعني السلبية أكثر من الإيجابية. أوكي تمام. أنا مثل ما أنت قلت أنه أنا ناقدة لازعة لبرامج ولأشخاص ولمحطات ولكتير أشياء، وذات الوقت لنفس الاشخاص بس يعملوا شيء منيح برجع كمان بكتب يعني انا موضوعيه بالاساس. بالنسبه ل لارا بعتذر عايت لك لارا، ما حفظ الالقاب لانه فعلا ما عندنا لقب. هذا اللي بدي انا احكيه هو انه انا 100 مره يعني فكرت اكتب عن لارا او عن مريم او عن غير اشخاص مريم كلينج كمان مع حفظ الألقاب، لأنه فعلا ما عم نقدر نركز على لقب معهم. بس اليوم بما أنه كان في هالفرصة أنه أحكيها مباشرة بوجودها وتقدر يكون عندها حق الرد، فرصة كبيرة. أوكي. That's why جيت مع الظرف الصحي اللي كنت بتعرفه حضرتك. أنا مشكورة لأني جيت. فاليوم مش أنك رح أبرم لحتى يكون أي تو أي كونتاكت ومعك. لارا نحن أنا كناقدة أنا ما عندي اي مصلحه مهنيه بتتناقض مع بروفايلك، يعني انا ماني بالموديلينج. العالم بتقول انه انتم ظاهره، اوكي، وانا كمان بعتبر انه انتم ظاهره هي يعني موضه صارخه ونحن بنعتبر انه رح تنطفي، والبرهان انه عم تنطفي هي انه اكثر عمل بتعملوه مثل كل شيء بلبنان بياخذ 48 ساعة والعالم تتركه. صح. يعني حتى وفاة حدا لو سياسي لو فنان لو شيء بعد 48 ساعة بتخلص التعازي وعفى الله عما مضى. ما في بالوفاة ما في شيء عفى الله. لا اوكي هلا مش هذا موضوع، يعني انا عم اقول انه عم بتكونوا صارخين على كم ساعة يلي هن 48 ماكسيموم بالمبدا. اوكي صفا صفا مرة بالشهر هبة ابو ساعتين. That's why. بس هون رح نرجع للنقطة الأساسية اللي بتقول إنه كلنا ما عم نعرف شو هويتكم، يعني اللي بدي لك يقال أوكي وأنا عم بنقول ما يقال، ولو ما أنا كمان ما عندي جواب ما كنت طرحته عليكي على الهواء. يقال إنه أنت نسخة ما زبطت لمريم كلينك اللي هي نسخة ما زبطت لميشيل دنوارستان، ميشيل ألف تريادس. اليوم ما فينا نحكي عن ميشيل لأنه ميشيل ما عنده مقومات أنوثة بتشبهكم انت ومريم، فرح نحكي عن هالظاهره يلي اليوم كمان رولا يموت عم تجرب كمان انها بمطرح من المطارح اللي ما كثير بتشبه بالموديلينج، بس كمان بالصور شوي مش شوي اكثر من شوي جريئه وبالغنى جريئه اكثر. يعني انا بدي نحن ولا رولا؟ باردون؟ بنظرك مين الجرأة أكثر؟ نحن وياها. لا لا اللي أنا عم بقول إنه عم نحكي عم ينزل عم تحكي عني وعن مريم. عم بقول في موجة عم بتصنفني أنا ومريم. لا عم بقول الموجة إنه اليوم اللي نزل آخر شيء عم تحكي عن مريم. لكن بدي أقول لك شغلة، ما زال عم تشبهنا لمريم. مش أنا، نحن الصحافة كلها هيك بتقول. أوكي العالم. والسوشيال ميديا. نحن لو تظلتنا مانا فالجر. ما مش هون الموضوع. لأنه أنا تيب أوروبيان. أوكي، أنا اللي أي ونت تو أسك سوري. اسمها لارا كي ولانه كمان انا حضرتها بمالك مكتبي ومن الاخر سو كنت عم بتقولوا انا يمكن احكي شوي بالانجلش وبالفرنش سو بلاقي حالي تلقائيا برمل ثاني. قعدت اوكي خفتي؟
سقعت لا بيقعد حد ثاني هيك بصير حد سقعت مني هلا قدي انا هلا بطلعوا مني عم بتصوروا عم بتصوروا مع انك من الاخر قلت انك كثير حامله من الاخر قلت انك كثير حامله دمي حامي ايه وما كان القيس هالقد قوي دمك حامي؟ اي دمي حامي فين تسمع ثانيه شوي طيب ايه بس فكرت كنت وقفت تفضل لا تفضلي تفضلي اوكي سو المشكله بهالزهرة اللي أنا عم بحكي عنها ما زال ما بدك نحكي عن رولا وأنا كمان ما بيهمني اليوم أحكي عن رولا بيهمني أحكي عنك وعن مريم المشكلة إنه طب ليه ما بتسألي على مريم لا لا لا, لا لا السؤال هو شغلة لإلك لإلك أي فولا لإلك أوكي يلي هو قلت لك طالما أنت منسوب لإلك إنك نسخة ما زبطت لمريم اللي مريم ما زبطت أوريدي بالنسبة للتواصل الاجتماعي والصحافة هذا مش رأيي الخاص أنا فعلا ما عندي منبر مني شخص بيقدر يطلع أحكام أو شيء بس أنا إكسبر بالسوشيال ميديا كل يوم بقرأ كل شيء وبسيف وإتترا اللي بدي أقول لك إنه مشكلتنا معكم هويتكم يعني الاي دي تبعيتكم انتم توب مودلز ولا انا ماني توب مودل اوكي فاشن يعني ما انت كمان بتقولي انه انت كنت انا فوتو مودل برنت مودل صح صح يعني بالموديلينج اللي هو هيدا دونك انت اذا هيدي الهويه تبعيتك ناتالي فضل الله ضلت بهيدي الهويه كل حياتها برافو عليها بس دقيقة صرنا نعرف نتعاطى معها اذا بدنا نواجهها انه الموديلينج هو طلعت معك وواجهتها بانه الموديلينج هو باب للدعارة واجه جوال حاتم بالحلقة السابقة من حلقتين انه هذا الشيء صرنا قادرين ناخذ ونعطي معها على موضوع واحد بس ونركز بالغمق هذا هو السؤال ما انتو شو انتو مين انتو بس ليه بس ما رح تعرفوا نحن اكيد لانه ما عندكم شيء بس دانا دانا انه ما في شيء ليك بابا بليز ما بدي تقول انتو لانه انا ما بحق طيب رح نحكي مع لارا رح نحكي انت ماشي انا ما بي انا ما بحق لي احكي عن لسان مريم اكيد هي ما بتقبل اوكي رح نحكي عنك يمكن هي ما بتقبل ليه ما بتقبل ما بعرف سأليها بس انا بحس هيك انه ما بتقبل قولتك ايه ما كل حدا نيفو معي تمام انا ما عم بحكي عن كل حدا نيفو عم بحكي عن الزهره نعم مش يلي مش هي انه نحن ما عم نعرف نتعاطى مع هالاشخاص ومع هالزهره يلي هن ما عم يعطونا هويه ثابته او تنقدر نكون فولوور لقضيه او لبروفايل صح اليوم يعني البروفايل مهم كثير الكارير هي على شيء عم نمشي فيه تصاعدي او عم نتراجع فيه بس صحيح. الكارير ايفن اذا رجعت لورا بتكون هي كارير بالنهايه صحيح. دونك اليوم ما عندكم هويه واضحه نعرف نتعاطى معكم نحاسبكم على اللي عم تعملوا ما تتعاطوا معنا ما تحاسبوا ايه بس ما بس لحظه شو مواصفات الليدي يعني كيف انه انت اخذتي لقب الليدي عطيت لقب لحالي انا بدي تيج هلا هلا انا بدفع حقه هلا ما هي كل حد بدفع حق لابوه إيه انت شو دفعتي انا دفعت ما دفعتش اخذت لقبي لوحده وما ربحت مين اعطاك اياه انا اعطيته لحالي بس اليوم اذا نحن غشمه وعم بتقولي عندك رساله ما عم نفهمها تعاطي بمستوى الغشم يلي نحن فيه نزلنا على مستوينا بدنا نفهم شو رسالتك هلا ما جاوبتيها ما عم نفهم يعني الفكره اسمها فك الشفره هالشفره مش مركبه تنفكها لحديت اليوم خلوها هيك خلوها هيك طيب شو كيف بدنا نعمل فولو على اي اساس ما تعملوا فولو هاو تو بي يور فولورز اي دونت وانت يو تو بي ماي طيب لو شو عم تطلع على اليوتيوب ما اليوتيوب قايم على الفيورز على الفولورز على اللايك وعلى الديسلايك ما دايك اللبناني يفوت اللبناني ايه. بس انت بتقولي انا بنت الشوف يلي هو باللبنان اكيد بس عندي سؤال لما تقولي اللبنانيه ما يحضروا مين بدك يا اللبنانيه العربيه او الخليجيه تمام. مين بدك تمام السخافة صاروا اللبنانية لا تمام هني السخافة اللبنانية اللي بعدك عم تسيئي لأنهم بعدهم مخلينك بهالبلد لحظة لا. تمام لا شو؟ هلا بدو يخلوني بهالبلد تمام أكيد. وقتها فشن على رقبتهم ولا؟ ايه أنا بقى جيب سيرة اللبنانية بدي انت موجودة هون باسم اللبنانية حبيبتي فشن على رقبتهم بليز معليش فشن على رقبتهم يا تمام ما هي حكي شغلي قبل خلينا نحاسب عليها خليها تكون عندها حق أنا بدي أقول شغلي إنه أنا هون ما عم بحكي أنا عندي هون عم بحكي عن قسم بليز بدي اقول قسم قسم بدي ضلني اقول قسم لانه في عالم عنا كثير مثقفه وفي عالم نيفو تبعها واو عن جد بس انا مزبوط معها حق كل خمس دقائق بتغير حكي سافا لا أوكي. مش كل خمس دقائق قطع خمس دقائق شباب قطع قطع لا لا سافا انا اصلا هونيك على الكرسي قلتها ايه؟ قلت انه انا بحب اقول البعض انا انتبهت انه لازم ارجع اقول البعض منيح اللي انتبهت شفتي بنتبه عندها ايام هيك بتذاكر شوي
بتجينا ضربه الذكاء. جود فور اس. عن جد بتعرف على قاعده معك وكون عم تعلي لي من ذكائي شوي من الاي كيو. ايه وانا كم من الايجو تبعولي لي انا انه القعده معنا من الموافا عم بطلع شوي. طب فيك تجاوبي؟ ايه يلا تفضلي جاوبيها. رح اسالك سؤال، انت حطيتي قلتي بس نقول خليج، حطيت ستيغما على شو بينسب دغري حد الخليج، وانا كثير بتاسف انه هذا موضوع الستيغما عندنا هي مشكله، لانه بقولوا انه بنات اللبنانيه بس يروحوا على مدري اي بلد بالدنيا. انت شخص ولا. انت شخص وقتها حكيتي ببرنامج ثاني اوكي، وانا رح احكي اي اسم برنامج لانه ريلي ما بدي يقولوا انه عم بيحكي بمن الاخر يلي طلعتي فيه قلتي باخر جمله انا بنت الشوف وكل بنات الشوف هيك. سوري بنات الشوف اليوم عملتي لهم ستيغما اوكي، وانت اسمك ما بيشبه ابدا اسم لبناني ولا اسم بنت بالشوف ولا بنت بالشوف بتلبس مثلك ولا بتتصرف مثلك ولا شيء، عملتي لهم ستيغما بكره للعالم اللي ما بتعرف شو الشوف والدنيا بده يصير يقولوا ما كل بنات الشوف مثل لارا كي. سوري نحن ما بنقبل انه يصير في ستيغما على شعب على منطقه على المراه. اليوم انت قلتي بكليباتك ما المراه اللبنانيه كلها هيك عم نشوفها على البحر وعم نشوفها بالنايتات بالنايتات وبالبحر مش بالمجله مطرح ما انت عامله الفيديو. ما تركتني رد على سؤال سالك ساعه بالترغله خليني رد. ما انا لان استفدت انه قدرت احكي بعرف انه بعدين ما رح اقدر احكي بقى. خلصتي؟ ايه اوكي. يعني بالترغله انا كثير بتقر بس قاعده حد منك شخصيه كثير مهمه و لا ما هالقد مهمه يعني بس مين من الشارع اذا شفته على الطريق رح يحكي مثل مش مشكله انت لو سمحي لي ما عندي بروبلم تمام. لا انا بدي احكي عن الثقافه اللي هي عندها اياها. انا ما عندي ثقافه. ما عندك ثقافه فاذا ما عتب عليك تفضل. ايه ما فولا ما بنعتب بلا بلا بس انا بدي اوضح شيء يا تمام انه اهل الشوف كل مرأة موجوده بالشوف هي رمز أكيد. بهالبلد اكيد. فاذا هي بدها تيجي تحكي باسم الشوف أكيد. انا ما برضى. انا حاضره اعرف الشوف وعندي زملاء للشوف اخته لبسم القنطار بعرسها ما في حدا كان لابس لبس لاركي. تفضلي جات بعتذر يعني. انت شايفتيني باعراس شايفتيني بدفن لا شفتك على التلفزيون اللي فات على بيتي فات على بيتي التلفزيون ما فات على بيتك انت حطيتي وحضرتي بس هلا انت طالعه سوري بعتذر اني حضرت لانه ايه بدك تعتذر قوينا الريتنج لحتى ايه بعتذر ايه بدك تعتذر لانه كثير وطيتي من قيمتك ما بيستوى هالقد توطي. طيب تعالوا لي الكرسي عندك شيء بعدك محلي اذا بدك سوري بعدك محلي لا تمام صبر اوكي انا هلا بدي اسالي تفضلي لا ما فيك تسالي بس انا يعني ما ماني بابليك فيجر وانا ما عندي شيء انسال اوكي بالنسبه انتم بعدكم عم تحكوا بالكليشيه المرأة كليشيه المرأة كليشيه المرأة اي شكلي انا حاسه انه انا عايشه 1820 لنترجم فوالا وانا كثير افانت يعني هلا انت جاي من الكهف؟ لا انتوا بهذا الديكور انتوا اه نحن عايشين بال 1800 اكزاكتلي لانه حتى سافا 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 1820 كانت الفاشن ايه فيها هيك ايه فوالا كان شي حلو سافا واو صبغه شو مش هيك صار لي ساعه عم بعمل لكم شو بدك توصلي هلا؟ ايه اللي بدي اوصلي لانه نحن عام 2015 وانتوا بدكم تحطوا لنا كذبه كبيره براسنا انه نحن بلد شرقي. نحن بلد شرقي على راس السطح وانا بعلبكية وعلى راس السطح عن جد اكيد معقولة حكي اكيد شو مواصفاتك للبلد الشرقي؟ ليه انت شو مواصفاتك للبنت الشرقية؟ والعادات والحشمة والمسج اللي بيكون شكلي مبني على قيم وعلى قيم قيمة بالبيئة انت شكلك شكل حدا ما شرقي؟ ما بتروحي شكلي ما بروح شكلي اكيد انت شكلي لا مش شكلك انه قصدي انت هيئتك ما بتروحي نايت كلوب شوفي شو بيلبسوا انا يمكن هدول بالنايت كلوب بيلبسوها بس مش بالمجتمع قدام العالم بدي والميزه مسحتها كلها بعمري هلا البحوره الالكول بدي اقول لك انه في اليوم بعد بلبنان بحوره للنساء فقط صح. بعتذر منك اذا منك عارفه بعد في بحوره للنساء فقط أوف. مش مكتوب عليهم انه التاريخ 1820 ما بعرف انا بتوريخهم هيك سوري طيب ليكي روحي فكريهم بالشمع الاحمر لا وائل ابو فاعور لا ما خصوا وزارة الصحة بالمسابح حبيبتي سوري قلتي ما بعرف اذا متعبين للمواصفة لا عم بحكي جد انه وقتها في مسابح للسيدات فقط بعتذر ما بكون انا اللي مشكلة وانا وقتها بروح على البحر بعد ما قدرت اطلع توبلس بلبنان نحن فخورين بهذا المجتمع بعتذر نحن ما عندنا توبلس بلبنان بعيدو ما عندنا توبلس بلبنان عن جد؟ ايه انا بروح على الرمال ما في اه مش سامعة بالرمال بالرمال ما في سوري قطع دعايه بس انا مش كل العالم اللي عم تقدر تروح على الديسانت سيوبيني سوري في بتعرفي انا كل الناس بتعرف هونيك
إلي لا ادي نعم. ادي سنس انت بقيت يعني العالم اللي عم بيشوفوك هلا شو عم بيقولوا عنك؟ شو بدهم اخي سوري بس ادي سنس حدا عم بيقولوا عنك سخيفة يعني. عم بيقولوا عنك مجنونة، عم بيقولوا عنك عن جد ما خصك بشيء بالحياة لأنه لأنه مش منطق أنا عم تحكي أنا هلا أنا كلمة اسمها ديسكونكتد يعني عن الرياليتي اللي عم نعيشها خلصنا إيه عندك شيء تقولي إياه؟ لارا يو آر ديسكونكتد عن الرياليتي اللي عم نعيشها عايشة على جوبيتر لا في ناس كثير أرستقراطية عم يعملوا عرسهم بكل حشمة وبتياب سواري كثير مرتبين بهالديسانس أنت اللي عم بتشوفي عم بحكي أنا رايحة على راس أنا عم بحكي إدي سانس البريفي بريفي هلا صار هيدا غير مفهوم اللي عم تحكي عنه أنت تختلف عن البريفي تبعيتها البرايفت سكشن للي الواحد بيفوت بيعمل توبلس ايه سوري بس كمان يعني انا هيدا اللي عم بقول شيء انا هيدا اللي عم بحكي شيء ما بدي بس ما بفتكر في حدا ابن بيت وبنت بيت ومرة مجوزة بتحترم حالها بتروح على البرايفت سكشن برايفت سكشن شو اللي فيها البرايفت سكشن؟ مرة بفوتوا نسوين بدهم يعملوا توبلس ساعتها ما بتستغرب بتكون قلبت شهوتك قلتك قلبت شهوتك هيك عم بتقولي انت انا هيك قلت مكتوب مكتوبه بشريط مكتوبه على الفيسبوك وانت امبارح كاتبه مكتوب انه عم تنبشي على بارتنر صح ايه فوقتها بتقعدوا بحميميه بنات بين بعضكم يلي انا بحياتي ما قبلت حتى وين ما كان يمكن بكامبينج انه نام حد بنت ياي اوكي عيب لا مش عيب مش عيب ما هو النوم ما عم قول ما هو النوم حد بالرجال يعني لكن النوم حد بالرجال اريح معك حق سوري النوم حد الرجال اريح يمكن مش ضايقتيها مش هيك ما بتعرفي أنا من قالك مش ضايقتك طيب. ولا شو غيرت رأيك؟ تانيا تانيا ما هو تانيا. واحد بغير رأيه أنا هيك. بدي خليكي معي تبقي معي لنختم الفقرة هيدي ولكن عندي بعد شيفرة بدي أطلب منك تطلع على الشاشة وتشوفي شيفرة جديدة يلا منشوف ما عم بفهم شي ما عم تفهم شي مش أنا عم نفهم عن جد مين هالعبقر يلي نصحك تغني؟ إيش أنا نصحت حالي غني عبقرية ما عم أقول لك ماني غشيمة أنت صار عندك صوت؟ انا ما عندي صوت ما عندك صوت نو نو صفر صفر ما في شيء تمام انت عم تحكي عن غني لارا كي اذا لما نحط غنيه بتكون عم تقول كلمات واللحن ماشي عم يعني نثر فوق الكلمات ما في كلمه ماشي مع اللحن وعندها مشكله بطبقه الصوت انا هلا صوتي مطلوب ما اخر وحده بحكي بس نحن بكورال عندها مشكله يعني حتى مش عامله فوكاليز مش عامله هلا عملت ثلاث ست اشهر عم بعمل ايه بس نحن الاغاني اللي بنعرفها هي بتعمل ميجرين اكيد لا ليه؟ لانه يمكن مصي بالنوت وماني عامله هلا فوكاليز ما بدي النوت بدي تغني اي غنيه ما رح غني طب غني لي شيء لهيفا ما بعرف غنينا ما بعرف ولا غنيه لهيفا غنيه لميريام كلينك ما بعرف ما حافظتهم طب فيروز يا اخي طب هسي صار شو حلوين انا بدي غني لفيروز انا ما بسمح لحالي ما بسمح لحالي غني طب لمين بتغني؟ ما بغني لحدا فرنسي ما بغني فرنسي ما خصنا في عندي اخر شيفرة اوكي يلا اوكي اوكي مش انا قايلة انا ريتا على صفحة الفيسبوك بس كمان عبالي لا عبالنا اي يلا ما انا غشم ان شاء الله افهم انا بفسر لك يلا يا بتفسري لي بس بدك تفسرهم بالملقة انت خلص ولا همي قابل ملقة ملقة بليز تتفسر لي بليز انت قمة الانحطاط ايه صح قريتيها هاي شو يعني شو يعني انحطاط؟ لا هلا اذا بدنا نترجم صارت صعبة لانه انت اليوم اسوأ صورة للبنت لبنت اللبنانية ايه اسوأ صورة ايه شو؟ شو ايه؟ لركي نحن ما بنقبل بس لارا سوري بتعرفي قد ايه عم نعمل لصورة لبنان؟ صح قد ايه في ناس عم تشتغل لترفع صورة لبنان؟ وينو لبنان؟ قد ايه بنت تشوف وينو لبنان؟ متر على الدين بس جوزها جورج كلوني شفنا حالنا قد ما بقى تجيبوا سيرة لانه انا اكيد مزعل شوف لا عم يحكوا روى هلا حيقولوا اكيد نحن ما بدنا اياها بشوف لانه اهل الشوف ما بيفكروا هيك لا بس كثير عالم عم تشتغل على صورة المرأة اللبنانية نعم. وعلى حقوق المرأة اللبنانية وعلى رفتهم تعولي من هالكليشيه تعولي بقى حقوق وما بعرف شو إذا هي مسطولة ما بتخبط على راسها شو بعمل لها أنا أهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك معنا شكرا اليوم. لألكم ميرسي تانيا بعتذر هذا النقل الحكي التواصل والدنيا وأنا كناقضة ما عندي شيء شخصي ضد أي شخص بحكي ليه بدي عنه ليه بدك تعتذري هي مهنتك وأنا بحترمها ثانك يو من الآخر أنا بحترم الألم النظيف أهلا وسهلا فيك تانيا باشا ميرسي كثير نوصل للفقرة الأخيرة بالبرنامج وهي من الآخر مع لارا كي